للأسف كل هذا التعب طلع على الفاضي مانوشي. معقول يعني فشلت كل الخطط يلي أنا حطيتها؟ قصة حب ريشي ولاكشمي كانت راح تبلش، ومالشكا اجت مشان تخربه. أكشي اليوم خان ثقتي. خليكي بعيدة عني وعنهم، لأنه أنا بحذر. مرة واحدة الشخص اللي حامل أكبر سر أنا جبته وحطيته هون. كيف؟ ذكية ما هيك؟